أعلن الأمن المغربي من تفكيك خلية مؤلفة من 4 عناصر موالية لتنظيم داعش في ضواحي مدينة مراكش. وبحسب الأمن المغربي فإن زعيم الخلية كان يخطط للالتحاق بفرع تنظيم داعش في منطقة الساحل ومحاولة القيام باعتداءات داخل المغرب. معنا من الرباط مراسلتنا فاتحة أعلي وتفاصيل أوفى عن هذه العملية. تفضلي فاتحة. يتعلق الأمر فضيلة بخلية من 4 أشخاص كانت تخطط لضرب مقر أمنية ومنشآت حيوية داخل المغرب، وكذلك استهداف وتصفية شخصيات بعينها تم تحديدها من قبل هذه العناصر. زعيم هذه الخلية له علاقات وطيدة بفرع داعش في منطقة الساحل، وكان ينوي الالتحاق بهذه المنطقة من أجل التدرب والتمرين أكثر على يعني إعداد الأسلحة بشكل تقليدي يدوي. وقد تم يعني ضبط مجموعة من المحجوزات التي تصب في هذا الإطار داخل البيت الذي اقتحمته الشرطة هذا الصباح في وقت مبكر جدا، ويعني اعتقلت هؤلاء العناصر وكان بحوزتهم مجموعة من الأسلحة، يعني سلاح أبيض، كذلك مجموعة من المواد الكيماوية والمعدات التي تستعمل في إعداد العبوات الناسفة اليدوية. كل هذا كان من أجل ضرب استقرار المغرب وتنفيذ مخططات وصفها بلاغ الأمن المغربي بأنها مخططات إرهابية دولية داخل الأراضي المغربية. هذه العملية يعني ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب هذا اليوم، الكل يتحدث عن هذا الأمر، خصوصا أنه عندما يتعلق الأمر بموضوع يتعلق بأمن الدولة وأمن المواطنين يعني يكون هناك اهتمام كبير من قبل المغاربة بمثل هذه العمليات، وكثيرون أشادوا بيقظة السلطات الأمنية في هذه المواضيع. شكرا لك فاتحة أعلي، مراسلة سكاي نيوز عربية في الرباط.